بون مورو في ميجالوبلاستيك انيميا بنشوف فيها خلايا كاركترستيك قوي. في خليه اسمها ميجالوبلاست، الطبيعي ان احنا بنشوف البون مورو في خليه اسمها اريثروبلاست بتكون اماتيور ريد بلاد سيلز، مسؤوله عن تكوين الماتيور ريد بلاد سيلز، وهي نيوكليتد اللي هي الاماتيور. ولكن في حالات الميجالوبلاستيك انيميا انا بلاحظ ان الخليه بتاعتي اللي هي النورمالبلاست او الاريثروبلاست دي بلاحظ انها في الحجم كبير قوي، ضخمه جدا، بنقول عليها ميجالوبلاست. ومن هنا جه اسم ميجالوبلاستيك انيميا، ان بدل ما الخليه تبقى اسمها اريثروبلاست طبيعي او نورمال بلاست، لا تبقى ضخمه جدا، ميجا ضخم، ميجالو بلاست، فعشان كده نسميها ميجالوبلاستيك انيميا نتيجه نقص البي 12 والفوليك اسيد ديفيشنسي، فبيحصل اريست في السيل سايكل عن الجي 2 ام فيز، فبالتالي السيل بدل ما تنقسم الى خليتين تظل خليه واحده كبيره ضخمه زي ما احنا شايفين. عمليه الضخامه في حجم الخليه مش بس بيكون على مستوى الريد بلاد سيلز زي الميجالو بلاس اللي احنا شايفينها دي، لا ده برضو على مستوى الماتوريشن اوف ذا وايت بلاد سيلز. في خليه عندنا قبل الباند اللي احنا شفناها مع بعض في العملي بيكون اسمها ميتا مايلوسايتس. الميتا مايلوسايتس دي برضو ان في خليتين عندي همت انا شايفهم في سهمين مشاورين عليهم، خليتين دول كبار قوي، لاحظ معايا الحجم ضخمين جدا، خليتين دول جاينت ميتا مايلوسايت، جاينت يعني ضخم، ميتا مايلوسايت. الميتا مايلوسايت هي قريبه في الشكل من الباند ولكن النيوكليس بتاعتها بيكون اتخن شويه، هنا واضح جدا الحجم كبير قوي للخليه ككل، والنيوكليس نفسها تخينة جدا زي ما شايفين كده، في ضخامة في الايه في الحجم بتاع النيوكليس، يبقى مش الحجم بس بتاع الخلية كله، لا ده كمان النيوكليس ضخم.